مشاهدي موقع شوف تي في، السلام عليكم، نهاركم مبروك. مباشرة من شارع ولاد زيان، ولاد زيان سياج أمني خاص بالكمامات، خاص بالنقل العمومي، بالطاكسيات وحافلات النقل. كل أو أي شخص اللي ما عملش كمامة غادي يعمروا ليه المخالفة اللي كتسوى 300 درهم. كيف هاد السيد اللي امامنا، هاد السياره فيها جوج الناس، وعلى ما اظن انهم خلصوا 300 درهم ثمن المخالفه في نفس المكان. الا ما عندكش غتولي غادي للمحكمه، وهادو هاد المخالفات هما من الوسائل الردعيه ديال المواطنين باش يستعملوا الكمامات. حنا في واحد الحاله او في واحد الحرب مع واحد العدو اللي مختفي، ما كنعرفوش كيفاش كيصيب المواطنين. سمعنا البارح 800 حاله فقط في مدينه الدار البيضاء، وهاد 800 حاله الا قسمنا على الايام الاولى ملي كان الحجر الصحي كنا كنجمعوا 300 على 3 ايام، يعني 3 ايام المعدل ديال 3 ايام ولينا كنسجلوه يوميا غير في الدار البيضاء. قلنا بان الامور ولات صعيبه، الحالات الوبائيه غادا في ارتفاع كبير، الاصابات والمستشفيات ممتلئه على الاخر ديالها، الغرف الانعاش نقدروا نقولوا ممتلئه لواحد الدرجه ما تصوروهاش، نقدروا نقولوا حتى 95% نسبه الامتلاء. يعني الى تصابيتي غتولي تسنى واحد الفتره بين ما تعالج شي شخص مصاب غتقدر تعوضه في المكان ديالو في المستشفى. الجميع نفرض عليه انه يستعمل الكمامات لانها هي من اسباب الوقايه من هذا المرض. الكمامات المعقمات والتباعد الاجتماعي هادو من الاسباب اللي تقدر تنجي بها راسك وتنجي بها العائله ديالك. اذا كيف قلنا مخالفه كتسجل، مخالفة ديال شخصين يعني في سيارة واحدة ما كانوش مستعملين الكمامة. الأمور ما فيهاش الضحك، ما فيهاش اللعب، يعني وصلنا للمرحلة ديال مرحلة المعقول، واحد المرحلة حرجة اللي كتمر منا جراء هذا الفيروس وارتفاع ديال الحالة الوبائية في المغرب. عدد كبير وكبير جدا كنسجلوه يوميا. البارح حطمنا الرقم القياسي فقط مدينة الدار البيضاء 800 حالة، جهة مدينة الدار البيضاء 800 حالة. يعني الآن كيتم مراقبة كل سيارة، أي شخص ما عندوش كمامة غادي يتوقف وغادي يخلص المخالفة ديالو اللي كتسوى 300 درهم، وتقدر توصل حتى 1300 درهم. يعني ماشي غير في الطرق، حنا دابا الآن كنتكلموا على طريق ولاد زيان، ولكن في بعض الأماكن راه حتى المقاهي راه تقدر تكون بارك مقشم مع صاحبك، تيوقفوا لك رجال السلطة أو رجال الأمن وبزمنك غادي تخلص المخالفة. حتى لو ما عندكش فلوس غادي تقيد المخالفة وغادي تولي غادي للمحكمة، يعني تقلب فين تخلص المخالفة ديالك في المحكمة، وتقدر توصل الأمور تخلص 1300 درهم. المخالفة من 300 ل 1300 درهم. السؤال المطروح، واش الناس كيستعملوا الكمامه من اجل او من الخوف من الكورونا او من الخوف من المخالفه ديالو؟ هما جوج اسئله، واش خايف من الكورونا ديال الكمامه ديالو باش يحمي نفسه، ولا ديال الكمامه ديالو باش يحمي راسو من المخالفه؟ هما جوج اسئله خاصهم اجابه، ولكن كل واحد غادي يجاوب على راسو، لان شفنا واحد الوقت جميع المغاربه او اغلب المغاربه ما بقاوش معتمدين على الطاكسي. هذا فيه واحد لور او وقفوه، وتحيه لرجال الامن اللي قايمين بالدور ديالهم واللي ساهرين على صحه المواطنين. الى قيدوا لك المخالفه فماشي
ضد فيك او باغينا فيك، فقط هي من مصلحه المصلحه العامه للمواطنين وسلامه المواطنين. الى تصابيتي غادي تنقل العدوى المحيط اللي انت عايش فيه هي مخالفه او وسيله ردعيه باش تولي، حيت حنا المغاربه عارفين راسنا بعضياتنا، كناخذوا الامور بجديه في الاول، من بعد كيبدا واحد التراخي، من بعد كننساو بان شي حاجه كورونا، شويه تعايشنا مع كورونا كانها شيء عادي لا يساوي شيء. وكاينين مغاربه مواطنين خوتنا عايشين معنا في هذه البلاد السعيده الكريمه، ولكن عقلهم ما عايش معنا، ما عرفناش فين عايشين، فين حاضرين، واش متناس ولا لا. كيكذبوا في الاحداث، كيكذبوا في الفيروس، كيقولوا بانه فيروس ما كاينش، غير كضحكوا علينا. يعني بحال هاد الناس هما اللي كيكونوا سبب باش كيتصابوا مواطنين ابرياء، اللي كتلقى ديال الكمامه ديالو، ولكن بفعل فاعل او بسبب كيتصاب شخص اخر. البارح شاهدنا اغلاق، او نقولوا ماشي اغلاق، ديال قيصره الحي المحمدي اللي فرضها عليهم، هي اجراء من الاجراءات الاحترازيه والوقائيه، ان وقت الذروه ديال البيع والشراء في القيصريه تم الاغلاق ديالها، يعني معسه، غتولي تسد معسه. البارح السالميه في مدينه الدار البيضاء، حي السالميه اللي كيتواجد بتراب بن مسيك سيدي عثمان، تم اغلاق بعض الازقة لوجود بؤر. دوار بي اللي كيتواجد على مستوى البرنوسي عين السبع، تم الاغلاق ديالو. المدينه القديمه باب مراكش، غلقوا جميع المنافذ او المداخل ديال هذا الحي العريق. بعض المقاهي في حي الشريفه ثم تغلقوا، في سباته السالميه مقاهي تغلقوا، البرنوسي اكثر من 10 مقاهي اللي تغلقات بسبب الوباء، بسبب عدم احترام ارباب هذه المحلات اللي ما احترموش الالتزام اللي كان اليوم الاول اللي سناوه مع السلطات، فاش فرضوا عليهم التباعد الاجتماعي داخل المقهى ويحترموا نسبه 50% من الزبناء. اذا كان بزاف ديال الاحداث في هذا الاسبوع. سوق السلام تم الاغلاق ديالو، المشروع جوج في الحي المحمدي تم الاغلاق ديالو. هاد الناس واقفين، رجال الامن واقفين في الشمس وفي الصهد، وما كاين لا كرسي لا والو، واقفين ساهرين على سلامه وصحه المواطنين، ماشي باغيين فك الخدمه او ما حامينكش، بالعكس هي صحه وسلامه لي. نقدروا اليوم كاين اخبار كتداول، مازال ما تسقناش مزيان، يعني كاين اخبار كتداول باغلاق بعض الاحياء على مستوى مولاي رشيد، ربما مولاي رشيد تشارك تقدر يكون اغلاق ديال بعض الازقه. وبيناتنا يعني بكل صراحه الامور لا تبشر بالخير، نقدروا نرجعوا للحجر الصحي يعني في نهايه هذا الشهر، لان العدد غادي في ارتفاع، ولازم علينا اننا نوقفوا كل شيء خاص يوقف باش نتحكموا في العدد، لان العدد غادي كيرتفع. كنا من 1000، كنا من 800 عفوا، او 600 اصابه اللي تسجلات بؤره لاله ميمونه، من بعد ولينا 750 800 900 1000، ولينا كنوصلوا 1776 اللي وصلت لها البارح الحاله الوبائيه فقط مدينه الدار البيضاء او جهه الدار البيضاء الكبرى. 800 حالة مؤكدة فيروس كورونا، مع العلم أن الأماكن ممتلئة في المستشفيات مزمنة، اللي غادي يحتاجوا العناية والإنعاش، يعني في المستشفيات غادي يلقاو صعوبة باش غادي يتعالجوا، لأن غرف الإنعاش ممتلئة من آخرها. حنا على قدنا، الميزانية اللي عندنا ديال وزارة الصحة على قدنا، مشكورين للأطر ديال وزارة الصحة، مشكورين الأطباء، مشكورين رجال الأمن، مشكورين قاموا بواحد الدور كبير وكبير جدا، رفع الحجر الصحي
معروف النتائج ديالو، وانا صراحه ما متفاجئش، لان رفع الحجر الصحي ضروري كانت غتكون هذه النقطه اللي وصلنا لها الان، اللي هو ارتفاع الحاله الوبائيه، لان الناس ما تعيشوش مع الفيروس، مع هذا المرض، مع هذا الوباء بشكل ايجابي، تعاملوا معه بشكل سلبي، نساو الفيروس وعاشوا حياتهم. فرنسا يعني يوم امس خرجوا قرارات يعني بحال الشكل اللي كاين هنا في المغرب، وصلوا لواحد العدد ديال 3373 حالة مؤكدة فيروس كورونا، يعني عدد كبير من اليوم الأول ديال رفع الحجر الصحي. وتا هما فرضوا شروط صارمة، يعني جميع الدول اللي رفعوا الحجر الصحي ولات عندهم أرقام اللي غادي يفكر ويخلي الحكومات يفكروا جديا بتطبيق حجر صحي ثاني، ربما نقدروا نقولوا بنسبة 90% نقدروا نرجعوا ليه. موسم الانفلونزا على الابواب والامور لا تبشر بالخير، بغينا نعيشوا حياتنا، ولكن للاسف التعامل السلبي او التعايش السلبي مع الفيروس وصلنا لواحد العدد اللي ما غاديش نقدروا نتحكموا فيه، الله لا قدر الله، يعني يوميا 1500 1700 الى ضربنا في الشهر غادي نوصل لواحد العدد كبير، حتى المستشفيات ممتلئه. إذن مشاهدي موقع شفت تيفي غنكون وصلنا نهاية هذا المباشر، نقول لكم تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك، خذوا الوقاية ديالكم، كاينين سياجات أمنية، براجات، أي واحد ما عندوش الكمامة غادي يوقفوا ويخلص 100 درهم اللي تقدر توصل حتى 1300 درهم، كنشكروا رجال الأمن ونطلبوا لهم السلامة والعافية، يرجعوا لوليداتهم سالمين ما يتعاداوش، كيف ما جميع الإخوة المغاربة، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.